بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي تلفزيون اليوم السابع، أهلا ومرحبا بحضراتكم. بنقدم لحضراتكم بث مباشر جديد من داخل قرية صنباط تابعة لمركز ومدينة زفتة بمحافظة الغربية، أحد القرى اللي بيتم تنفيذ فيها مشروعات حياة كريمة ضمن 54 قرية و88 تابع ليها. اليوم احنا في تجربة جديدة ضمن مشروعات حياة كريمة وبالتعاون مع جامعة الأورمان لزراعة أسطح المنازل. احنا في أول سطح بيتم زراعته داخل القرية في تجربة عملية في العديد من الأنواع، ويعني هنعرفها ونعرضها على حضراتكم طريقة الزراعات المختلفة وإزاي بيتم زراعة الأسطح والفئات المستفيدة منها. يعني برحب بحضرتك على صفحة اليوم السابع. أهلا بحضرتك يا أستاذ. يعني كلمني احنا النهارده متواجدين فين وكلمني عن تجربة زراعة أسطح المنازل اللي بيتم العمل عليها وتم الانتهاء بالفعل من أول تجربة. احنا في قرية صنباط تابعة لمركز زفتة أحد قرى محافظة الغربية، الخاضعة لمبادرة حياة كريمة اللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبصراحة يعني عاوز أقول إن صنباط رائدة الحمد لله في تنفيذ مشاريع حياة كريمة. يعني كنا بالقريب في مشروع البيوجاز والنهارده في مشروع زراعه الاسطح. المبادره بصراحه يعني ثمارها كتير وعملت حاجات كتير قوي داخل القريه، منها اللي حضرتك شايفه النهارده والساده المشاهدين شايفينه زراعه الاسطح اللي بتنفذه جمعيه الاورمان الخيريه ضمن مبادره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي حياه كريمه. كلمني عن ازاي الفكره جت صنباط ان يتم زراعه اسطح المنازل وايه الانواع اللي بيتم زراعتها؟ هي الفكرة طرحتها مبادرة حياة كريمة بالاتفاق مع جمعية الأورمان وحبوا ينفذوها في صنباط، فجمعية الرعاة الصالحة الخيرية بالقرية يعني تبنت الفكرة والمشروع واخترنا 10 أسطح تجربة على مستوى قرية صنباط. تمام. كان لهم مواصفات معينة، إن يكون فيها المكان مشمس، يعني ما يكونش فيه حوائط حاجزة للشمس عشان الزراعة طبعا بناء الضوئي وكده، يكون يسع الاحواض بالطريقه اللي حضرتك شايفها، يكون في مصدر ميه فوق قريب عشان السقيه والمتابعه، يعني بنوع من التعاون مع اصحاب البيوت يعني الحمد لله زي ما حضرتك شايف كده. ايه الانواع اللي اتزرعت وطريقه زرعها والمعدات المستخدمه؟ الاورمان وفرت كل حاجه الحمد لله، يعني من ضمن المبادره عمل كل شيء، يعني الاحواض اللي حضرتك شايفها البلاستيكيه دي كلها الاورمان اللي جابتها، خطوط الري، الاحواض اللي هي البلاستيكيه بتاعت زراعه الاشجار، يعني حتى في بعض الاشجار متقزمه، الشتلات اللي جابت مهندس زراعي بيشرف في المشروع، يعني المشروع متكامل في مبادره حياه كريمه، يعني المواطن بيستفيد بكل شيء. المشروع دعم كامل من جمعيه الاورمان ومبادره حياه كريمه للمواطن، ما بتكلفش فيه اي جنيه نهائي. المواطن بيعود عليه الناتج الزراعه، يعني المحاصيل اللي هتنتج من هنا هي خاصه بالمواطن هو اللي يستفيد بيها. ايه هي المحاصيل المزروعه؟ انا شايف انواع واشكال مختلفه جدا. يعني حضرتك المحاصيل المزروعه النهارده عشان احنا في موسم الشتاء، يعني عندنا البصل كلها حاجات احتياجات بيتي، يعني تمام. الكرنب باشكاله، في كرنب اخضر وكرنب احمر، في خس كابتشو، في عندنا مثلا توم، في عندنا شبت، في جرجير، وفي فجل، في اشجار بقى بعد كده عندنا فراوله اللي حضرتك شايفها ديت، عندنا تين، شجر التين، شجر خوخ وبدا يظهر زي ما حضرتك شايفه كده اهوت على الاسطح، ده خوخ، عندنا ليمون، في عندنا عنب، في بشمله، في برقوق، في تفاح، في برتقال وسفندي، يعني ما شاء الله. يعني الزراعه مش مقتصره على الخضروات بس، يعني في خضروات وفي فاكهه لان طبعا مش اي اشجار الفاكهه تنفع هنا، اللي هو تقضي احتياجات المنزل خلال الموسم. احنا بنستفيد حاجتين، الحاجه الاولى اللي هي بندي مساحه خضراء فوق الاسطح، لان حضرتك لو بصيت على السطح ده من فوق منظر راسي وباقي الاسطح اللي حواليه هتلاقي في فرق كبير، ده منظر جمالي، منظر خضره. الحاجه الثانيه، الاستفاده الثانيه، العائد اللي هيخش لصاحب البيت، ان هو يعني الحاجات دي مكانها يشتريها من بره. يعني احنا في المرحله الاولى ديت بنزرع المحاصيل الشتويه، طب بعد كده في محاصيل صيفيه، في محاصيل نيليه، فبالتالي في زراعات مستمره، فصاحب البيت بيبقى عنده كل حاجه في داخل بيته من خضار وفاكهه. يعني برضه بيتم يعني بعد المحاصيل الشتويه هيتم زراعه محاصيل صيفيه. اكيد اكيد طبعا. في متابعه فوريه لل معانا مهندس زراعي بيجي اسبوعيا يمر، لان طبعا دي موضوع جديد، بيشرف بنظام معين بالتنقيط زي ما حضرتك شايف، بيعلم برضه صاحب البيت، لان عشان ما نغرقش الزرع يموت مننا، نعطشه ما ينفعش، فطبعا في موازنه،
فاللي بيقدر يعلم اصحاب البيوت اللي هو المهندس الزراعي اللي بيمر كل اسبوع بيتابع الزرع، هل محتاج رش، محتاج تدفئه، محتاج مبيدات، محتاج اسمده في المرحله الاولى لحد ما صاحب البيت، يعني احنا بنحاول نمشي معاه لمده سنه لحد ما يتدرب على كل المراحل على كل الفصول السنه، وبعد كده صاحب البيت يبقى عنده المقدره ان هو يدير مشروعه. تمام. فزي ما حضرتك شايف كده كل الحاجه ما شاء الله، يعني دي حاجه مزروعه بقالها شهر ونص، زي ما حضرتك شايف كده يعني ما شاء الله ادت نمو خضري كويس جدا، والفراوله كلها ما شاء الله منوره وتطرح بقى قريب. وطبعا احنا انت عارف ان احنا في فصل الشتاء خارجين منه، بدايه التزهير بتبدا في شهر 3، يعني عندنا كل الفاكهه اللي حضرتك شايفها دلوقتي ديت هتبدا بقى تخضر، لما العنب يخضر ويمد على الاسطح هتلاقي منظر هنا، يعني الناس تحب تقعد بقى في مكان نظيف، مكان شكله جميل، يبقى حياه كريمه فعلا زي ما سياده الرئيس يعني بيتمنى لكرة الريف المصري بامر الله. تقدر تقول لي التكلفه المبدئيه للمشروع قد ايه؟ هي جمعيه الاورمان الخيريه رصده تقريبا 10,000 جنيه لكل سطح تقريبا، هي اللي بتتكفل بكل حاجه، يعني هي اللي جابت الاحواض، ثمن الرماد والحاجه اللي طلعت والبطمس لان جايبين تربه صناعيه برضه عشان تساعد النبات على النمو، الشتلات، الاشجار، احواض الاشجار، يعني واهتمت بكل حاجه، يعني عندنا بعض اشجار الزينه برضه هي اللي جايباها، يعني كل حاجه على السطح الاورمان هي اللي متكفله بيها في مبادره حياه كريمه. صاحب البيت ما يتكفلش باي حاجه، هو بس عليه الرعايه انه يتابع مع المهندس الزراعي لمده سنه لحد ما تتنقل له الخبره، لان مش كل الناس بتعرف تزرع، وبعد السنه يقدر هو يدير مشروعه ويبقى بمنظر جمالي. وبرضه بندي فرصه لصاحب البيت انه يزرع اللي هو عاوزه، يعني افرض هو عاوز حاجه معينه هي مش موجوده النهارده موجوده معانا، من حقه انه يزرع اللي هو عاوزه. يعني الموضوع متابعة من حضراتكم، وبيجي مهندس كل أسبوع بيتابع الزراعة وبيتابع طرق التنقيط والري وبيتابع معاكم بشكل دوري. احنا عندنا في صنباط جمعية الرأس صالح كانت بتبقى مندوب أو وسيط بين جمعية الأورمان ومبادرة حياة كريمة والمواطن، فبتقدر تنقل اللي موجود في حياة كريمة وبتقدر تنقل اللي مع الأورمان للمواطن البسيط اللي احنا نقدر نختاره. وبرضه يعني دي عشان تكاد تجربة ما دققناش قوي في اختيار المواطنين، يعني مين يستحق او من الاول لا يستحق، بعد نجاح التجربه ان شاء الله بيبقى في معايير معينه لاختيار الاصلح واختيار اللي هنزرع عندهم ان شاء الله. يعني لسه بعد نجاح التجربه في العشر اسطح هيتم وضع معايير لاختيار عشان نعملها، يعني ان شاء الله عندنا امل ان احنا نزرع كل اسطح صنباط ان شاء الله، وتبقى اول قريه على مستوى الجمهوريه نسميها القريه الخضراء ان شاء الله. ان شاء الله عندنا امل كبير، يعني لان ما يتم على ارض صنباط يعني معلش ما انا مش شايفه في كرة كتير، يعني عندنا مشاريع كتيره جدا يستحق النظر اليها بعين الرعايه من القيادات المسؤوله وفي الدوله ان شاء الله. ان شاء الله. يعني زي ما حضراتكم شايفين ده جانب من الزراعات اللي تم زراعتها كتجربه عمليه، يعني جميع الزراعات بدأت تنمو زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين. في مهندس ضمن المبادرة بيتم يعني أو بي 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 بيكون بصفة دورية كل أسبوع بمتابعة هذه الأعمال يعني حفاظا عليها. بعد كده طبعا زي ما سمعتوا حضراتكم تابعتوا معانا هيتم وضع معايير لاختيار الأسر اللي هتستفيد بهذه الزراعات خلال الفترة المقبلة. يعني أنا عايزك تكلمني كده عن إزاي بتتابعوا الزراعات دي وقد إيه الموضوع مفيد ليكوا كأهالي. والله بالنسبة لأول بنقدم الشكر لسيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على مبادرة الحياة كريمة، وموضوع زراعة الأسطح دي بقى فكرة ممتازة بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، بصراحة يعني بتخلي الإنسان أو المواطن بيشعر بإن خلاص كل حاجة موجودة عنده على سطح البيت، فضلا عن المنظر الخضري والجمالي اللي بتسطح به بيتك. النهارده معلش انت من النهارده عندك استهلاك يومي، عندك فجل وجرجير وبصل وكرنب وبدنجان، بتزرع الحاجه اللي بتيجي في وقت الموسم بتاعها، عندك اشكار فاكهه، عندك فراوله، عندك كل ما يخطر في بالك، كل حاجه متوفره فوق بيتك، وبعدين انت يا دوبك عم تطلع تتسلى فيها وما بتتكلفش جنيه. جمعيه الاورمان بصراحه تشكر، بتكفي لك كل شيء،
بيجي المهندس كل اسبوع يمر على الزراعات، في اي ملاحظات بيقولها في على الري، على الطرق، التسميد، على كل حاجه. بصراحه تشكر على جمعيه الاورمان الخيريه. شكرا ليك. أنا أعزائي متابعي التلفزيون، اليوم السابع ده كان لقاءنا لحضراتكم لمتابعة أسطح زراعة أسطح المنازل، أحد أهم المشروعات اللي بيتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة داخل قرى مركز ومدينة زفتة. إن شاء الله يعني إحنا مستمرين في متابعة كل مواجهة جديدة على حضراتكم داخل مراكز ومدن محافظة الغربية. كان معكم محمد طارق مراسل، اليوم السابع محافظة الغربية.